طيب تعالوا بقى نروح لزميلتنا العزيزه روزان نصر. روزان موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتحديدا من امام دولاب البطولات، عشان تعرفنا اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرق مختلفه. روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الفل يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. 10 الصبح في الأهلي طبعا، متواجدة معاكم من النادي الأهلي فرع الجزيرة لنقل آخر الأخبار والمستجدات. يعني النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا، الداخلية أكيد في كأس مصر. خلينا بقى نقول إن مارسيل كولر يعني خلاص أنهى استعداداته الأخيرة، يعني قبل ساعات من لقاء اليوم أمام الداخلية ضمن منافسات طبعا بطولة كأس مصر. وقام طبعا الفريق خلال الساعات القليلة الماضية بمواصلة تدريباته على أرضية ملعب التتش، ونشر الحساب الرسمي كمان لنادي الأهلي عبر موقع فيسبوك مجموعة من الصور طبعا خلال الميران. كمان بقى على هامش الميران عقد مارسيل كولر جلسة مهمة جدا مع اللاعبين، وأكد طبعا خلال هذه الجلسة أن مباراة الداخلية لا تقبل أبدا القسمة على اثنين، خاصة طبعا أن هي في بطولة كبيرة زي بطولة كأس مصر، وأكيد الفريق بيحلم بالتتويج يعني بهذه البطولة. طلب كمان منهم نسيان جميع مباريات يعني الفترة الماضية وتركيز فقط على مباراة اليوم. كل التوفيق أكيد للنادي الأهلي أمام الداخلية في مباراة اليوم. كمان يمكن تكملة عن يعني الحديث بقى عن مباراة اليوم، يعني خلاص أنهى كمان رجال الأمن استعداداتهم لتأمين المباراة باستاد الكلية الحربية، وشكلت الأطقم الأمنية المجموعة الإفريقية طبعا فرق أمنية كبيرة جدا لتأمين النهاردة في الاستاد دخول الجماهير واللاعبين وكمان طاقم التحكيم بالكامل. ودي أكيد يعني مجهود عظيم، دائما يعني بنذكر رجال الأمن الحقيقة قايمين بمجهود ودور عظيم جدا وكبير يعني لتأمين الجماهير أو الأعضاء في كل الفروع وفي كل مكان. يمكن كمان يا كريم ونهاوند معايا النهارده خبر مهم جدا، اكيد يعني انتوا على علم بيه. النهارده في تمام الساعه 12 الظهر يعني في مؤتمر صحفي مهم جدا، حصلت الجامعات الكنديه على حق رعايه النادي الاهلي بشكل رسمي، وسيتم الاعلان اليوم عنها بشكل رسمي في مؤتمر صحفي كبير زي ما قلنا طبعا الساعه 12، لتنضم الجامعات الكنديه الى قائمه رعاه النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. طبعا اليوم هيكون في حضور بشكل كبير على رأسهم طبعا كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل، كمان يعني عدد كبير من نجوم الكرة في الألعاب الأخرى جميعا. سريعا خليني كمان أنقل لكم أجواء النادي هنا فرع الجزيرة. يمكن النهاردة في تزاحم كبير يعني على غير العادة من الأعضاء متواجدين بشكل كبير منذ الصباح الباكر، وده أكيد بسبب انخفاض يعني درجات الحرارة قليلا، يمكن بقى لها يومين لسه كنا بنتكلم أنه درجات الحرارة قلت شوية، وده أكيد بخلي الإقبال شديد إلى حد ما هنا في النادي. يمكن كمان المؤتمر اللي هيتم الساعة 12 بخلي كمان الناس تبقى متواجدة حابة تعرف إيه آخر الأخبار والمستجدات، ويمكن ده مخلي النادي النهارده في اجواء لطيفه جدا من الصباح الباكر. دي كانت ابرز واهم الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه روزان نصر على هذه التغطيه المتميزه كالعاده.